صباح الخير مشاهدينا. جهود مكثفة بتقوم بيها الدولة من أجل الحفاظ على البيئة، وطبعا لأن البيئة ليها دور مهم على المستويات المختلفة في مصر وأيضا في كل المجتمعات، وطبعا أيضا على المستوى السياسي والاقتصادي بشكل خاص. الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة من هذا المنطلق قالت إنها سيتم الإعلان، أو قالت إنه قريبا سيتم الإعلان عن مدينة شرم الشيخ كأول أو كمدينة خضراء في مصر، وتم في هذا الخصوص القيام بحوار مجتمعي وأيضا حملات توعية بيئية للأفراد هناك في شرم الشيخ، وكذلك كان بيتم في نفس الوقت الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية الأخيرة قبل عقد مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ. وطبعا هذا المؤتمر من المتوقع أن يأتي بعده السياحة البيئية لمدينة شرم الشيخ، واللي هتكون إن شاء الله مستعدة لذلك. وطبعا إن السياحة البيئية بتعد من أغلى أنواع السياحة في العالم. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنتحدث أكثر في هذا الموضوع. في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، جاء إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء. هذا وتتوسع مصر في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتعمل على الحفاظ على البيئة، وقامت بعمل مصانع لتدوير القمامة واتجهت لتبطين الترع وتحلية مياه البحر، فضلا عن حماية الشواطئ وأشياء كثيرة أخرى بهدف الحفاظ على البيئة. من جانبها أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أنه بحلول العام 2030 سيتم التخفيض بنسبة 33% من الانبعاثات في قطاع الكهرباء، وبنسبة 65% في قطاعات البترول، وبنسبة 7% في قطاع النقل. وقامت مصر مؤخرا بإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكهرباء يصنع بالكامل في مصر، على أن يستخدم لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. قضية تغير المناخ تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليا، لذلك وضعت مصر تلك القضية في أولويات جهودها. ويأتي استضافة مصر لمؤتمر COP27 في ظروف استثنائية، مما يحتم تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الهام بهدف إحراز التقدم المنشود الذي يليق بمصر ومكانتها. لنتعرف أكثر حول هذا الموضوع وأهميته بالنسبة للسياحة في مصر، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية. أهلا بك دكتور حسام، برحب بحضرتك. وعايز أعرف منك يعني ما قالته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، كيف سيؤثر ذلك في جذب السياحة وتنشيطها في المرحلة المقبلة؟ أكيد هيكون له تأثير إيجابي كبير، بالذات الجرين أو السياحة الخضراء، لأن دي مهمة. مش هيبقى فيه حاجات تؤدي إلى تلوث البيئة، لأن السياحة البيئية يعني السياحة الخضراء، في مفهوم للسياحة البيئية، السياحة البيئية دي اللي هي بتبعد عن الحضارة الموجودة. بمعنى إيه عن الحضارة؟ عن الشيء الحضاري أو التكنولوجيا الحديثة. بمعنى إن لو في مثلا حدائق معينة، لو في رحلات للسفاري أو الصحراء، أو في رحلات لعيون معينة، أو سياحة مثلا للغابات أو كده، فالإنسان بيحافظ على البيئة. فلما تبقى شرم الشيخ كلها خضراء ومحافظة على البيئة ومش هيبقى في تلوث، وبيبقى استخدام كل التقنية الحديثة في إنها تبقى بعيدة عن التلوث، ده طبعا هيؤدي الى زياده كبيره في عدد السياح، لان في مناطق طبعا وفي مقومات كثيره في شرم الشيخ تجذب هذا النوع من السياحه. في رحلات معينه مثلا لما التسلق على الجبال او صعود الجبال مثلا زي جبل
سيدنا موسى، دي كلها بتعتبر سياحة بيئية، فطبعا هتزيد الجذب لهذا النوع من السياحة، وخاصة ان مصطلح السياحة البيئية ده ظهر 1983، ان هو الناس بتبقى عايشة بطبيعتها، بتروح بتقابل المجتمعات اللي موجودة في المناطق دي، بقى في شرم الشيخ او مثلا في الصحراء البدو موجودين، بتحافظ على العادات والتقاليد، بتشوف العادات والتقاليد بتاعت الناس دي، وبيبقى في نفس الوقت بتشوف الطبيعة الخلابة، بتشوف لو في المياه، لو في عيون، لو في إلى آخره، بالإضافة إلى طبعا السياحة الخضراء اللي هتكون موجودة، فطبعا هتؤدي إلى زيادة كبيرة إلى هذا النوع من السياحة. وبعدين هيبقى في مؤتمر المناخ اللي بيتجهز له في شهر نوفمبر، ده برضو كله بيبقى دعاية تسويقية إيجابية، هتزود كمان سياحة المؤتمرات الموجودة، وأي نعم. مؤتمرات أو سياحة أو أي مؤتمرات عن السياحة البيئية هتذكر دائما شرم الشيخ كسياحة أو منطقة سياحة خضراء أو سياحة بيئية في الفترة القادمة، يعني هتبقى مذكورة في كل المحافل السياحية وموضوع على الخريطة السياحية خاصة بالسياحة البيئية. طب دكتور حسام، يمكن شرم الشيخ معروفة للسواح في مختلف دول العالم كأنها مدينة السياحة الشاطئية، وبيجوا يقعدوا في المنتجعات الموجودة في شرم الشيخ. يعني هل مقومات السياحة البيئية وأيضا السياحة بصفة عامة، كل أنواع السياحة الأخرى موجودة في مدينة شرم الشيخ؟ اكيد طبعا، وفي في السياحه الدينيه كمان، في دير سانت كاترين موجود هناك، وجبل صحيح. سيدنا موسى اللي تجلى عليه ربنا وكلم سيدنا موسى، السياحات دي كلها في هناك، زي مجمع الاديان، في السياحه عايز اقول سياحه الاثار المصريه القديمه، في قلاع، في كل انواع السياحات، في طبعا سياحه الغوص، ما هو ده يعتبر شيء من السياحه البيئيه، لان الناس بتنزل الميه وبتشوف الطبيعه، اصل هي الطبيعه، يعني احنا مثلا بنقصد بالسياحه البيئيه برضو ان انت بدل ما تستخدم عربيات في مناطق معينه سياحيه، لا تستخدم مثلا العجل، فهمني حضرتك، ده برضو نوع من السياحه، الناس لما بتطلع في السفاري بتقابل اللي هناك بيشتغل كتير من البدو في سيناء، في سياحه السفاري، الصحراء، الطبيعه بالليل، يعني ده كله نوع من انواع السياحات اللي بتبقى سياحات كذلك اختياريه غير السياحه الشاطئيه. طب ما هو شرم الشيخ بتتميز برضو بسياحه المؤتمرات، لان كان صحيح. على طول بيبقى في مؤتمرات كثيره جدا، ولا زالت استعداد القرى السياحيه والفنادق وكله الى ان شرم الشيخ تبقى سياحه خضراء بعيده عن التلوث، بعيده عن حتى دكتور يمكن يتم تحويل بعض المنتجعات السياحية والفنادق لاستخدام الطاقة النظيفة، وذلك أيضا في نفس الإطار، وهو إطار التغير البيئة أو الحفاظ على البيئة وتغير المناخ أيضا. بالضبط، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه، بس اللي هو ده السياحة الخضراء، فشرم الشيخ هتتميز فيها، لكن السياحة البيئية زي ما بقول لحضرتك، يعني مثلا في رحلات بتطلع مثلا في مناطق معينه، رحلات حتى الصيد، الرحلات الصيد دي بتبقى بس تبقى لمنظومات معينه، يعني لقواعد معينه، يعني لو في اماكن فيها طيور ممكن تبقى قابله للانقراض، او حيوانات ممنوع الصيد فيها، فانت ولكن ده برضو نوع بيبقى من السياحه البيئيه، ففي طبعا طيور هناك بتبقى موجوده في شرم الشيخ في الصحراء، في انواع نادره، فممكن زياره السياحه او السياح اللي متخصصين في هذا النوع من السياحات يروحوا هناك، في السياحه العلاجيه برضو صحيح. موجوده، كل دي انواع من السياحات موجوده في شرم الشيخ، بس هو هتبقى المدينه المسلط عليها الاضواء بانها هتبقى صح، يعني صديقه للبيئه، ما فيهاش تلوث، فيها الخضره، فيها كل الامكانيات المسخره لجذب هذا النوع من السياحه، بالاضافه طبعا الى سياحه المؤتمرات وغيره، وطبعا ده هيزيد كتير جدا من كل انواع السياحات في شرم الشيخ. ولكن طبعا في لو هتيجي تبص حضرتك للسياحه الثقافيه، طب في متحف في شرم الشيخ اتعمل، في قلاع موجوده على مر التاريخ، على مر التاريخ، فكل دي نوع من انواع السياحات، في سياحه اللي زي ما بقول لحضرتك الدينيه اللي هي بتبقى مربوطه بجبل سيدنا موسى وسانت كاترين، فكل الانواع دي من السياحات اللي موجوده في شرم الشيخ.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على هذه المداخلة. مشاهدينا، بعد الفاصل نلتقي وزميلتي منى الشايب في أخبار الاقتصاد، وهذا الصباح مستمر معكم، ابقوا معنا.